دكتور هشام صلاح استشاري طب نفسي للأطفال ودكتورة ولاء محمد كمال أخصائي نفسي هيكلمونا عن الجزء المتعلق بكل ما هو نفسي وعقلي في تشخيص الأطفال. أهلا وسهلا بحضرتك في البداية، وياريت تحكي لنا بقى طبيعة العمل داخل عيادة الطب النفسي في مركز النسور للقوات الجوية. أهلا بك يا فندم في مركز النسور. الحقيقة أن العيادة النفسية بتختص بتشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية عند الأطفال حتى سن 13 سنة. بيجي الطفل مع أسرته فيبتدي الاستشاري يبتدي يقيمه التقييم الإكلينيكي بتاعنا حسب الأعراض وحسب العلامات اللي موجودة عند الطفل، وبيتم مناظرة الأهل عشان التعرف على التاريخ المرضي والتاريخ العائلي وكمان التاريخ التطوري أو النمائي للطفل في مراحل النمو المختلفة. بنحاول ندور على أي أسباب قد تكون أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو ما بعد الولادة، وبعدين بعد ما يتم التشخيص الإكلينيكي المبدئي بيتم تحويل الطفل وأسرته على وحدة القياسات النفسية لتعزيز التشخيص ثم عمل الاختبارات النفسية اللازمة. وهنا دكتورة ولاء هتكلمنا، بس قبل الجزئية دي عايزة حضرتك برضو توضح لي سادة المشاهدين والناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ايه هي ابرز الاضطرابات او الامراض النفسيه اللي ممكن تكون بتصيب الاطفال، لانه في ناس احيانا بتبقى حاسه انه في سلوك خاطئ عند الطفل، في حاجه غلط في البيت بس انا مش قادره احط ايدي على الموضوع او مش عارفه مفروض اتوجه ليه. بالفعل يا فندم زي ما حضرتك وضحتي من اكثر الاضطرابات شيوعا وبتجي لنا كتير في المركز اضطراب اسمه نقص الانتباه وفرط الحركه. هو اضطراب عصبي نمائي نتيجة قصور أو يعني خلل في بعض الناقلات الكيميائية في المخ. طبعا مش ده لوحده، في عوامل أخرى بيئية وعوامل نفسية وعوامل اجتماعية، كل هذه العوامل بتجتمع مع بعض عشان يعني تظهر هذا المرض. وعموما احنا ما بقاش بس ده كده تشخيصه محتاج لمتخصص، لان احنا طبعا كل الامهات طفلها شقي شويه تقول لك انا ابني عنده فرط حركه، طبعا ده مش علمي طبعا مش كده؟ طبعا لان هو مرض عصبي نمائي يعني لازم طبيب واستشاري متخصص هو اللي يبتدي يناظر الطفل ويناظر الاسره عشان نوصل لهذا التشخيص. دكتوره ولاء بقى اتكلمنا عن الجزء ده لو تقدر تديها المايك. اهلا وسهلا بيكي، احكي لنا بقى من اول ما بيجي لك التشخيص الاكلينيكي بتعملي فيه ايه وبتتعاملي مع الطفل ازاي؟ بسبب الطفل طبعا ببتدي اعمل اختبار الذكاء، ده اساسي طبعا لانه بيبقى بناء عليه بتحدد قدرات الطفل العقليه والمعرفيه واحتياجاته. وبعد الاختبارات التشخيصيه الاخرى حسب طبعا توصيه الاستشاري زي مثلا كونرز لفرط الحركه، تشتت الانتباه، جيليام كارز، طبعا ده للتوحد يعني. وبناء عليه بيطلع التقرير، طبعا بيبقى فيه كل التفاصيل والملاحظات والتوصيات بتاعه الطفل. يعني التقرير ده هو اللي بتشتغلوا عليه بقى خطه العلاج بعد العلاجية كده، صح؟ بيتحط لها كمان مده زمنيه اكيد. المفروض المده من 3 ل 6 شهور. اوكي طيب، وده برضو بيبقى لو برضو الدكتور هشام يقول لنا الجزئيه دي، ده بالتشارك مع كافه فريق العمل مش كده؟ طبعا يا فندم بعد ما يبتدي التشخيص يبقى استابليشت خلاص بنبتدي نوزع الطفل على باقي العيادات او باقي الفروع الاخرى في المركز، وكل قسم بيبتدي يشخصه، مثلا قسم تعديل السلوك، قسم تنميه المهارات، قسم صعوبات التعلم، كل قسم له التقييم الخاص بيه. واي قصور فعند الطفل المفروض كل قسم بيحط الخطه بتاعته، وبكده يبقى عند المريض او عند اسره المريض خطه متكاملة. شامله متكامله بما فيها العلاج الدوائي ثم التاهيل النفسي للطفل. انا بشكرك شكرا جزيلا، واحنا هنعدي على الاقسام دي كلها دلوقتي. شرفتيني يا فندم. شرفتيني.